الأهلي يهزم المحلة 3-0 بكل سهولة ويعزز صدارته لجدول الترتيب في الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم. كابتن شريف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن، ويعزز فوزه بثلاث أهداف آخرين في مباراتين متتاليتين، وشوط تاني في تنوع وفي أداء هجومي الحقيقة، ومفيش ميس باص كتير، ولكن إنهاء الهجمة دايما لازم ناخد بالنا جديدة بالثبات او تركيز نص ملعبنا. لما الكره تتقطع منا واحنا بنبقى في حاله هجوم، مش مفروض تبقى خطر علينا بهذا الشكل. يعني لازم يبقى في حاله اتجاه دايما. احنا لما بنتاخر بهدف الملعب بيتفتح، لما نبقى عايزين نجيب هدف تاني او نعزز الهدف او شايفين المباراه سهله بنفتح الخطوط، فلازم الحته دي تتظبط في المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله التوفيق. في مباراه بيراميدز النهارده في بوادر وشواهد ان في حاله هجوميه شرسه وانياب طلعت لفرقه النادي الاهلي، ورغبه اللعيبه دايما كلهم ان كل لعيب عايز يجيب جول وكل لعيب يستطيع انه يجيب جول. بالنسبه للخطوط ناحيه اليمين ناحيه الشمال، ربنا ساعات يا ايمن بيديك مباراه توضح لك قوتك فين، او توضح لك انت لما بتلعب كره سهله من الشكل اليمين او شكل الشمال او العرضيات او التفكير في التصويبات بيبقى ده عنوان المباراه اللي انت رايح تلعبها. فيمكن النهارده ربنا يعني خلى اللعيبه كده مع نفسها تقدر تصنع شكل هجومي بجميع المواصفات. ان انا النهارده بتفرج الحقيقه اللعيبه بتشوف بعض كويس وبتصلح لبعض الكره، واللعيب بيحاول يشوط لا بيطلع على الاجناب وبيستنى العرضيه وما بيستعجلش. كهربا حاول كتير جدا النهارده انه يكون ليه حظ ويحرز هدف. لما حصل التغييرات في الملعب لو كهربا موجود انا كنت اضمن لك ان هيقدر بالمسانده الهجوميه اللي حصلت واللعيبه الفريش اللي نزل دي كان ممكن يكون لو موجود في الملعب كان يجيب جول. وعلى اكتر اثبات في الكلام ده ان محمد شريف حط الكره اللي جات له في الفرصه اللي كهربا طول الوقت اللي لعبه كان بيتمناها. وبيرسي ده وجاله انفرادين بيرسي ده جاله ثلاث اربع انفراد بيجي له انت وانت معايا قالت لي جت على يمينه انما ملوش حظ الحقيقه، ولكن تحس ان لعيبه الاهلي واقفه على حيلها بدنيا ومعنويا. صحيح. ومفيش خلاص يعني انت من هدف لهدف لهدف. فانا النهارده اقول لك بصراحه يعني اي مباراه بلعبها بعد فوز كبير انا بقلق من سطر ونريح في سطر واحنا ضامنين ان احنا هنكسب فنكسب في اي وقت. لا النهارده انا سعيد جدا باللعيب مروان عطيه حقيقه يعني عامل حاله ايقاع في نص الملعب وتحت الكوره في اي حته، مديك امان ومدي حريه للاثنين اللي معاه عمرو سوليه وحمدي فتحي. عبد القادر لازم يقعد كده او لازم يقعدوا معاه يتكلموا معاه ايه الهدف من كل مراوغه وانا رايح على الجول. لازم هو مع نفسه يبقى حاطط هدف، انا مش رايح عايز اعدي وبس، انا لازم ابقى شايف الناحيه الثانيه شكلها ايه، مش لازم اعدي ممكن اروح اعملها عرضيه على طول. لازم هو ينوع لنفسه ويطمع لنفسه لانه قادر، يعني قادر ان هو يخش لجوه ويشوط وجاب اهداف هو اللي جابها مش احنا، هو اللي عملها وهو لازم حد بس ايه يقعد معاه كده ويتكلم معاه شويه هيريحه كمان نفسيا. لا قبل ما حد يقعد معاه هو لعيب كبير ولعيب عنده مهارات اكيد بيلعب في النادي الاهلي لازم يقعد مع نفسه شويه. ها هو لازم يقعد مع نفسه ما بقاش لعيب كبير يعني، بس هو لازم يقعد مع نفسه قبل ما يقعد مع حد. كلمه لعيب كبير قبل دي ما حد يقعد كتير قوي. لا بقول عنده امكانيات كبيره. ايوه لكن هو مش لعيب كبير، من هو بيلعب في النادي الاهلي ما نكبرش اللعيبه من 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 حاجه بسيطه. لا ده مش حاجه بسيطه، هو لعيب بيلعب في النادي الاهلي يبقى نجم لكن مش كبير. انما هو لا هي مشكلتنا لازم يقعد مع نفسه. بص يا ايمن، مشكلتنا هنا في البلد دي لعيب بيلعب 3 4 ماتشات بنخليه نجم مش طبيعي، ودي اسوأ حاجه هنا. نجم ده يتقال بعد 3 4 مواسم حاجه محترمه في الكوره، او على يعزز هو ده هو ده ايمن فاهمني. لا مش بتكلم على انا مش بتكلم على حاله احمد، انا بتكلم في الطبيعي. الطبيعي انت يعني لما بداوا يقولوا شريف عبد المنعم لما موسم واثنين وثلاثه حط حفر اسمه موجود نجم من نجومه الكبار. احنا مشكلتنا هنا في البلد دي على فكره مش في النادي الاهلي، في اي نادي تاني ماتش التاني روح بنجمك يا كابتن شريف الولد يتجنن يبقى اقول انا خلاص زي كل النجوم اللي لعبت. لكن لا طبعا هو علاء عايز مصلحته تفكير غلط طبعا يعني علاء بيبص له
انا ببص عامه اللعيب نفسه، اللعيب نفسه لازم يعزز نفسه خالص يعني. لازم يعزز نفسه في كل مباراه بيلعبها، لازم يبقى عنده هدف وتارجت لنفسه بالزبط. ولفرقته وللقيمه اللي هو بيلعب فيها والتيشيرت اللي بيلعب فيه. فمش هينفع انا تبقى كل كره بتتقطع عليا وهجمه مرتده عليا بسببه. ليه؟ لانه مش مركز. فلازم التركيز يبقى يصاحب امكانيات هذا اللاعب. ده احنا اللي احنا مش قلقانين عليه، لا احنا عايزينه في احسن حته. صحيح، يعني ده اللي احنا بنتمناه لجميع اللعيبه. ما في لعيبه بتلعب وتبقى غير موفقه. بنقول النهارده هو مش حالته، ده راجع من اصابه. نستنى عليه شويه ان شاء الله هيخش في الفورمه، ولما بيبقى في التوب فورم بيبقى حاجه ثانيه. زي ما انا كلمتك عن عمرو السوليه النهارده، قلت لك انا اتمنى انه كان يريح شويه عشان عايزه في المباراه. النهارده موجود وبيفكر في التصويب وبيفكر، حتى وهو ما بيلعبش وهو مصاب كان بيقول انا لما ارجع هيبقى شكلي عامل ازاي. فمبروك النهارده الثلاث اهداف. ومحمد عبد المنعم، ربيع النهارده، خالد عبد الفتاح حد اللي عليه الحقيقه، وعلي معلول اللي احنا كنا بنتمناه من تاني شوط ما نشوفوش يعني، كنا عايزينه يريح عشان الماتش اللي جاي. وكهربا لكن النهارده حاول الراجل في تعزيز الاهداف اللي بيجيبها والوجود والحضور. انما مجملا كده مبروك، مبروك بعد الضغط النفسي من المباراه اللي فاتت، مبروك ان احنا بنتحسس الخطوات كلها كده لاحراز بطوله الدوري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي. دي حقيقه، وثلاث نقاط مهمين جدا الحمد طبعا. لله خطوه بتقربك ل درع الدوري اللي هو بقالك سنتين انت بعيد عنه. مباراه ما شفتش في اي وقت فيها مرحله صعوبه خالص على لعيبه النادي الاهلي خالص يعني. انا ما جاليش شك ان ممكن المحله يرجع حتى اداء الشوط الثاني يعني. صدق كلامي ده، بص الهدف الثالث جه ازاي يا ايمن؟ مش عارف يعني، 5-2 ما بتحصلش في كره القدم. لكن هو ده تفكير ان هو بعد اخر 10 دقائق بدا يعني، ما فيش التزام، لان هو ما فيش امل خلاص ان هو حتى يقدر يجري النادي الاهلي. ويجري النادي الاهلي من بدايه الشوط الاول، بدايه المباراه النادي الاهلي بدا المباراه ضاغط، هو المستحوذ، اللعب مش في احسن حاجه، لكن ما فيش خطوره للمحله خالص. هو ده اللي خلى لعيبه النادي الاهلي يبقى لحد كبير في هدوء، ما فيش قلق. هدف في الثاني في الثالث، وكان ممكن اربع رابع او خامس سادس لو تالق احمد ميهوب، اللي انا من وجهه نظري النهارده هو نجم المباراه النهارده، عمل مباراه ممتازه. لولا النهارده الحارس المرمى ده، بغض النظر عن الاسم على فكره، كان ممكن يطلع 5-6 النهارده، لكن النهارده الحارس المرمى المحله عمل مباراه ممتازه. لعيبه النادي الاهلي مباراه شايف ان هي مباراه معقوله. المحله سهلت تماما المباراه على الاهلي، عشان كده انا دايما بقلق من قبل مباراة مهمة انك تلعب مباراة خفيفة زي دي. لازم نفصل يعني ان شاء الله. طبعا المباراة القادمة الموضوع مختلف تماما، مختلف في ان ده كاس، نهائي كاس، مختلف في المنافس بتاعك. المنافس بتاعك مش المحلة، المنافس بتاعك مش الهلال السوداني. النهاردة الأداء أحسن من الهلال السوداني، أنا من وجهة نظري. أحمد عبد القادر النهاردة أداؤه أحسن من الهلال السوداني، بيحاول، وده يعني ماشي، بداية كويسة. بداية انك تحاول دي كويسة، تحاول تقلل أخطائك تمام، حاول تخلي تركيزك كويس مع ماشي. مش في احسن حاله زي ما كابتن شريف اتكلم، ودايما احنا بنتكلم على حد دايما عشان الناس ما تفهمش غلط. انا دايما بتكلم على حد هنا، بتكلم على اللعيب الحريف، اللعيب اللي عنده موهبه. انا يعز عليا جدا لعيب حريف ويهمل في نفسه. انا ما يفرقش معايا اللعيب العادي، اللعيب العادي خلاص هي دي امكانياته. مش هقدر اتكلم عليك وانا عارف ان ده اخرك، لكن انا عارف بتكلم على مين. بتكلم على عبد القادر، عارف امكانياتك كويس قوي. ربنا مديك موهبه، مديك نعمة كبيرة جدا، نعمتين، طلعت لعيب كورة الحمد لله كويس، بتلعب في النادي الأهلي، وبتلعب في النادي الأهلي، دي نعمة أنت يعني طبعا. يعني نعمة ما بعدها نعمة، حاجة فوق ما تتخيل. فالحاجتين دول لازم تشتغل عليهم بس، ولازم تقفل ودانك خالص على إن الكلام الكتير حواليك إذا كان بالمدح وي لازم تبقى في قمة تواضعك. مهما بقيت كويس أنا لسه، مهما بقيت كويس أنا ما عملتش حاجة. اللعيبة الكبيرة كده يا أيمن، اللعيب اللي بيفضل 10 و15 سنه في قمه مستواه، هو ده دايما بيقول لك انا النهارده بدايتي. صح. انا النهارده بدايتي، النهارده هو ده، دي العقليه لازم تبقى على الاقل لعيبه النادي الاهلي فيها. انا ماليش دعوه بالعقليه العامه هنا في الكوره في مصر، هنا الموضوع بجد مختلف تماما. انت في النادي الاهلي لازم هو ده هدفك النهارده. لو كنت كويس، لا لسه بدري. عقليه اللعيب بتختلف من نادي لنادي طبعا، عشان النادي بيختلف طبعا، ادارتك بتختلف طبعا، والمنافسه ونجوم وكده. النادي الاهلي كله نجوم، عشان كده بقول لك لازم العقليه تختلف في ايه. طول ما انا بلعب في مكاني وحاسس ان انا كويس، ولا ده انا كويس، مش هكمل، لان في نجم تاني مستني الفرصه، ووقت ما تيجي الفرصه انا هقعد بره، لان النجم التاني هو عارف قيمه المكان اللي هو فيه. دايما انا بقول كلمه
لازم تعرف المكان اللي انت فيه ايه. ده اسمه النادي الاهلي. ربنا كرمك وخدت مكانك والناس مؤمنه بيك وانك لعيب كويس وكده. كل ما عايز تقول حاجه ثبت اقدام، مش ثبت اقدام بس يا ايمن، دي بدايه الطريق. ثبت اقدامك وبعد كل مباراه عملتها كويس بينك وبين نفسك كده تروح تقول لا 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 انا النهارده لسه انا بدايه مباراه قادمه ان شاء الله هبقى احسن ان شاء الله. هو ده مفهوم العطاء، ده مفهوم النجوميه، ده مفهوم انك ازاي تبقى نجم. عشان كده العقليه في الاحترافيه بره يا ايمن، يعني في اتنين فضلوا يتخانقوا مع بعض 15 سنه، كريستيانو وميسي 15 سنه بينافسوا بعض على الكره الذهبيه، مش على احسن لاعب في العالم. ليه؟ عشان العقليه مختلفه. هو انا لا انا خدت النهارده الكره الذهبيه، لا 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 انا هدور في هو ده الصح. النادي الاهلي انا بتكلم ليه؟ النادي الاهلي عنده الملكه دي، عنده الامكانيه دي، لان المنافسه موجوده وانت في النادي الاهلي. لعب في النادي الاهلي دي حاجه شرف ما بعده شرف، وطول ما انت بتلعب في النادي الاهلي لازم تبقى احسن واحسن واحسن عشان تبقى كويس موجود في النادي الاهلي، موجود في منتخب بلدك اذا كنت موجود في مصر او خارج مصر. الحاجه كمان ان شاء الله بعد عمر طويل في الملاعب لما يجي اسمك كده ولا حاجه تقول ما شاء الله ده كان وكان وكان وكان. هو ده لازم العقليه دي تتغير تماما. هو احنا ليه الناس كلها يعني الحمد لله فاكره ناس كتير جدا منا النهارده، في حد دلوقتي كابتن شريف عبد المنعم فاكرينه؟ ما هو عشان كابتن شريف عبد المنعم حافر اسمه في النادي الاهلي في يعني في عقل وفي قلوب جماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي ما تنساش حد خالص. جماهير النادي الاهلي دي يعني حاله خاصه تماما، خصوصا لما تلاقي لعيب بيبذل اقصى حاجه عنده، بيعشقوا اللعيب الحريف، بيعشقوا اللعيب اللي بيحب ناديه بيغير على ناديه. النهارده انا من وجهه نظر احمد عبد القادر خطوه كويسه عن ماتش السودان، بتمنى ان شاء الله النهارده برضو لسه طبعا مش مستواك لكن احسن، يبدا تركيز تاني ولازم ابقى موجود ولازم انا اللي موجود وانا الكلام ده كله لازم بيجي جوه الملعب حاجه وبره الملعب دي الاهم يا ايمن. لكن النهارده يعني ما اتكلمش كتير عن المباراه لان المباراه النادي الاهلي سهلها الحمد لله، سهلها والمحل ما كانش عنده حاجه خالص النهارده. حتى فرص الكابتن كانت بتيجي فرص سهله جدا، علي لطفي ما اختبرش خالص، كابتن شريف اتكلم مع عربيه ومحمد عبد المنعم، اختبارات قليله جدا النهارده، لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي هدف في الثاني في الثالث وكان ممكن الموضوع يزيد. مبروك وبتمنى ان شاء الله ان العقليه تختلف عن يوم الاثنين، منافس اقوى وبطوله بتمنى يا رب ان شاء الله تضاف الى البطولات الكتيره اللي عندنا الحمد لله ويبقى بدايه حلوه اول ما تاخد البطوله، وان شاء الله خطوه كمان على بطوله الدوري العام كده امتياز، وبعدين تبدا ان شاء الله تفكر في وقوعك في افريقيا نتكلم فيها ان شاء الله مع الرجاء. كابتن اسامه الف مبروك، فوز غالي وكبير للنادي الاهلي بيبتعد فيه بالصداره عن اقرب منافسيه اللي هو فيوتشر. الحمد لله، مبروك لجماهيرنا، مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي، فوز مستحق وفوز سهل. ويمكن احنا لما كنا بنتكلم قبل اللقاء يا ايمن وكنا بنتكلم على بعض التغييرات اللي بتحصل وكده، انا قلت لك الامور بقت فيها اريحيه ان مستر كولر يقدر، يعني في اوقات تانية كان بيحصل فيها تغييرات كنا نبقى قلقانين. انا قلت لك الفتره دي فيها اريحيه ان النادي الاهلي مع احترامي الكامل لكل المنافسين قريب جدا جدا، وحط تحت جدا جدا دي من بطوله الدوري من قبل اللقاء. انا بقول لك كده المنافس التقليدي اللي هو يعني اقرب حد ليك بيجاريك يعني الى حد ما هو نادي الزمالك، بعيد قوي وانت فارق عنه بكتير قوي. بيراميدز ماشي كويس، بيراميدز وفيوتشر مع احترامي الكامل ليهم فرق عندهم لعيب فرق جيده، ولكن انا بتكلم على بطوله نفس طويل في دوري عام. انا احساسي ان ما عندهمش القدره انه يجاري النادي الاهلي، وخاصه النادي الاهلي لما يكون مركز كده. فقلت لك ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكسب المحله ويقدر يكسب الماتشات الجايه بس بشويه تركيز زياده. فده اللي حصل النهارده. الشوط الاولاني انت مسيطر تماما على احداث الشوط، فرقه المحله ما لهاش اي تواجد خطر، قلت لك يمكن كره ولا كورتين احمد ايهاب سمير من ناحيه الشمال عملهم عرضيه. الشوط الثاني لما اتكلمنا قلت لك بين الشوطين برضو ان هيحصل مساحات كبيره في فرقه المحله، لانه غصب عنه اتحط في موقف انه جه في جون الشوط الاولاني، فهيحاول يهاجم، هيحاول يطلع للتلت الاخير للنادي الاهلي بعدد بكثافه اكتر شويه، فهيحصل مساحات كبيره قوي. فده اللي حصل الشوط الثاني.
انت الشوط الثاني فرقه المحله نسبيا في الناحيه الهجوميه راحت بعدد نسبيا، في بعض الخطوره حصلت منهم زي كره الانفراد لكريم اللي حطها التسديده اللي اتشاطت وضربت في القائم وطلع في القائم وطلعت واحده لانه هو ابتدى ياخد مجازفه ان يطلع لقدام فبيعمل خطوره شويه بس في المقابل خطوطه اتفتحت قوي غير الشوط الاولاني كلهم متمركزين قدام ال 18 5 4 1 ومفيش تقريبا شكل هجومي يعني هو ما بيطلعش باتنين على في الهجمه طول الماتش طول الشوط الاولاني فالشوط الثاني اختلف الوضع فالنادي الاهلي الامور بقت اسهل له بيتنقل الكره بسهوله بيوصل للثلث الاخير بسهوله جاب جونين بيستغل الفرص اللي جاب جونين حلوين قوي غير الاجوان اللي ضاعت يعني جاب جونين ضربه الجزاء لعلي معلول ثم الكره الاخيره اللي شريف اتعملت ويمكن علاء قال الهجمه بيرسي تاو وهو رايح في ثلاثه اربعه او اربعه من لعيبه النادي اللي بيجروا وفي اثنين مدافعين فرقص وحطها القندوسي شايط ردت شريف تابع وجابها وكانت الموقف ده اتكرر كتير بس انت بس انت مش يعني ما استغلتش معظم الفرص اللي جت او كل الفرص اللي جت لكن استغلت كورتين وجبت هدفين وكانت ممكن النتيجه تزيد عن كده لانه خلاص التحفظ الدفاعي اللي عامله المحله اختلف وكمان عبد الباقي جه في وقت شال معاذ الحناوي كمان عشان عايز يعوض فبيفتح الخطوط اكتر فشال واحد من الثلاثه اللي هم قلب الدفاع وزود عبد الرحمن عاطف كفيروي الثاني لكن انت بتلعب النادي الاهلي مظبوط فما قدرش لا قدر يستغل الجزء الهجومي اللي هو خاطر فيه شويه انه يجيب اجوان في النادي الاهلي وفي الجزء الثاني اتفتحت خطوطه فالنادي الاهلي لعب بكل اريحيه وعملنا مباراه كويسه وانا اتفق مع شريف ان مروان عطيه عمل مباراه كبيره نجم المباراه متهيألي النهارده عمل مباراه كبيره وكان نجم المباراه او من يعني من احسن الناس اللي لعبوا في المباراه واللي عجبني كمان ان كان في كم تسديدات النهارده واضحه في الشوط الاولاني والشوط الثاني فدي برضو احد الاسلحه اللي المفروض ان شاء الله في الماتشات الجايه نستغلها ان شاء الله يعني ان شاء الله كابتن عادل الف مبروك فوز مهم خصوصا بعد تأهل دور الثمانيه ومكسب كبير قدام الهلال السوداني وقبل مباراه مهمه مباراه بطوله قدام بيراميدز في نهائي الكاس يوم 10 ان شاء الله. اولا يا كابتن عايز اقول لك انت بتجبر الفرق ان هي تبقى وحشه. صح. خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. يعني في خمس نقاط النادي الاهلي او ست نقاط النادي الاهلي اشتغل فيها النهارده جيد جدا، اولا الضغط من اللعيب الاهلي في كل حته في الملعب ودي كانت جيده. اتنين احراز الاهداف وتقليل ضياع الاهداف نسبيا ودي حاجه جيده. ثلاثه العمق الدفاعي الصح اللي عمله النادي الاهلي وخنق لعبه فرقه المحله عشان كده فرقه المحله ما نقلتش ولا عملت خطوره على النادي الاهلي بغض النظر عن اي حاجه ثانيه. رقم اربعه صراع المراكز ما بين اللاعبين ودي حاجه مهمه جدا اللي هو انا عاوز اجيب جون وانا عايز انزل اكسب الفرقه وانا عايز اعمل شكل كويس، احنا شفناها في مباراه الهلال وشفناها في المباراه الاخيره للنادي الاهلي ان الراجل اللي بينزل احتياطي وبينزل بيبقى مؤثر. رقم يعني خمسه اصرار المكسب وده نقطة مهمة انك انت عايز تكسب عايز تكسب عايز تكسب. رقم ستة العمق الدفاعي الصح. أنا قلت العمق الهجومي سوري العمق الدفاعي قلته العمق الهجومي الصح اللي هو ثلاثة زي بيرسي تاو لما نزل عمل الهجمة اللي هي ضيع هدفين وأنا بعتبر اللعيب اللي بيوصل للجون ده حاجة مهمة. طب. أنا عاوز لعيب يوصل للجون ممكن النهاردة يضيع لكن بكرة يجيب. خلصنا كل الست نقاط في يبقى نقطة مهمة لازم الناس كلها تعرفها. الأندية الكبيرة بيبقى عندها حصاد وقبل حصاد وترتيب. الترتيب ده بدايه السنه انت بترتب للسنه واحنا اتعملت خلاص وعديت بمراحل تعب كتير علشان انت بتلعب حاجات اكتر من الانديه في مصر او بطولات اكتر من الانديه في مصر. انت دلوقتي في مرحله التوضيب للحصاد
اللي هو ايه؟ اللي هو انك انت بتلعب عشان تعمل فرق كبير في الدوري وبتلعب عشان توصل لنهائي افريقيا. فانا عايز اقول لك انه الضغط العصبي على اللعيبه صعب للغايه طبعا. يعني اتكلمنا كلنا على عبد القادر، واتكلمنا كلنا على لعيبه كتير، واتكلمنا كلنا على ان كهربا لما نزل وعمل شكل كويس، واتكلمنا على اللعيبه كلها. لازم ندي حاجه مهمه للاعبين انه في ضغط عصبي عليه طبعا. الحاجه الثانيه المهمه، مش لازم طول السنه كفرقه تبقى في احسن حالاتك. مفيش كره، مفيش كده في كره القدم في العالم. ريال مدريد ادينا شفناها النهارده كسبت 4-0 برشلونه، وكانت مغلوبه منها ما يعني هكذا كره القدم دلوقتي. ودول بشر ولحم ودم لعيبه. انا نفسي النادي الاهلي يبقى طول الوقت افضل وافضل وافضل وافضل، لكن انت ما تشوفش الضغط العصبي اللي على اللاعبين. فالتمس العذر للاعب وللمدرب وللجهاز في اللحظه، في الاوقات الصعبه دي. انت خارج من بطولات كبيره فنيا، تعال نتكلم فيها فنيا وبدنيا، هتلاقي عندك مشكله كبيره قوي للاعب العربي، مش اللاعب المصري وبس، لاعب العربي. انت مش لعيب اوروبي، لعيب الاوروبي خد على الاسبوع الانجليزي اللي فيه 3 ماتشات، وخد على الاسبوع الاوروبي اللي فيه 3 ماتشات، فانت متعود، عضلتك متعوده. لكن انت دخل عليك 5 سنين الاخرانيين، دخل عليك كده. المهم بقى في الامر في الاخر انك بتكسب، وانك بتكسب بارقام هايله. يعني النادي الاهلي النهارده كسبان 3-0، ثلاثي والماتش اللي فات ثلاثي، واللي قبله رباعيه، واللي قبله رباعيه. يعني انت الناتج بتاعك عالي من حيث التهديف، وفي حاجه كمان مفيش استقبال اهداف. ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك طبعا. يعني انت وصلت للدرجه الكويسه في جوه المنظومه. ممكن يكون في واحد مش قوي مش بيعدي باحسن حالاته صح. اتمنى ان احنا ايه نعديها له زي ما هم بيكسبونا، فاهمني؟ عاوز اقول ان الفرقه ماشيه كويس، فانا اعديها للاعب صح، اعديها لده واعديها لده. لان انا لو مسكت في كل لحظه على اخطاء يبقى انا هغير كل يومين. هي مشكله الفرق في ايه؟ ومشكلتنا احنا يعني في الكره المصريه انك بتتبسط قوي وبتزعل قوي. بتطلع اعظم حاجه في التاريخ، ما هو دي خفيه. انت خفيف كده، لازم طول الوقت تبقى عندك اتزان. الاتزان، انت فرقه كبيره، هو انت بتلعب على بطوله واحده ولا ما بتلعبش على بطوله؟ يا ريت احنا كنا مثلا لو النادي الاهلي ده في الفرق المتوسطه ما كانش وجع دماغه، لكن ده فرقه لو لما بنكسب. يا كابتن ايمن، احنا كسبنا دوري وكاس وكاس افريقيا وبطوله عربيه، واخدين الدوري قبلها ب5 اسابيع، اتعادلنا ماتش في اخر 5 اسابيع، قال لك شمس الاهلي غابت. يعني انت عارف العقليه اللي احنا اتحطينا فيها. فاحنا كمان احنا كناس مثلا، مفيش شك ان لازم المسانده للفرقه في كل وقت طبعا. يعني اسالك سؤال، هرجعك بس شويه قبل ايام سان داونز، لما حصل الموقف بتاع سان داونز، لو كنا ارتكنا وقعدنا دمرنا فرقتنا او طلعنا فيها اللي هم كانوا اوحش ناس كانوا اوحش ناس واقل ناس، كان حصل ايه؟ كنا وصلنا؟ لا طبعا. نهدهم؟ خلي عندك على فكره، مش اي فرقه بسهوله تطلع من الموقف ده. كابتن، انت موقف صعب طبعًا. جدا انت طبعًا. النادي الاهلي بس اللي يعديه صحيح. ده في انديه تقعد 5 سنين بفضل ايه؟ بنشوف. بفضل ايه؟ بفضل الفكر صح. مش لازم تبقى عاطفي، لازم تبقى ذكي. عمل النادي الاهلي اشتغل، اجتهد، وصلنا. احنا دلوقتي في الدور الثمانيه، انت هتلعب مع الرجاء ان شاء الله، ان شاء الله تكسب وتموت نفسك. واقول لك خلي بالك، انا اتمنى ان طبعا ناخد البطوله، وانا مع بساند الفرقه في كل وقت، والفرقه ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. يموتوا نفسهم زي ما بيعملوا دلوقتي ان شاء الله، وبعدين احنا كمان نهدى عليهم شويه ونسيبهم لحد ما يجنوننا ثمارنا. لانه الزعل المنفعل ده والحاجات دي بيبقى وحش، والفرح الكتير قوي بيبقى وحش برضه. انا واثق جدا من القائمين على الموضوع انه ماشيين بصوره جيده،
الطلوعة دي مش طلوعة سهلة يا كابتن أيمن. طبعا مش سهلة، تطلع ب... تطلع بإعداد نفسي كويس قوي، تطلع بتحفيز عالي قوي، اللعيبة تشيل الأثار اللي كانت عندها، ودي حاجة مهمة جدا. كل الحاجات دي أنا بحيي فيها كانت فرقة الكورة والإدارة والنادي كله، بحييهم ان هم عملوا الموقف ده. النادي الاهلي دلوقتي اهو بيصارع على بطوله الدوري، وانا مع مقوله الدوري لسه في الملعب. انا الدوري مش هقول لك مبروك الا ما يبقى عندك 5 ماتشات وليك 16 بونت فرق، اقول لك شكرا مبروك ان شاء الله. لو لو اللي بينافسني ما فيش حد بينافسني، اول ما الدوري يبقى 15 بونت عندي 16 بونت وعندي 5 ماتشات ب 15 بونت احييك مبروك، خلاص خدنا الدوري. الدوري لسه في الملعب ولسه هتحارب عليه، زي بطوله افريقيا هتحارب عليها، زي الكاس مصر ان شاء الله خلصنا ماتش الدوري هنخش على بيراميدز هنحارب فيه عشان السوبر بعديه تحارب فيه، وهكذا النادي الاهلي. كابتن شريف انا مختلف بس مع هذا الموضوع اللي ان شاء الله الدوري الاهلي ان شاء الله. اه طبعا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. انا قلت اقرب ان شاء الله. انا قلت لا الدوري الاهلي كابتن عادل اللي بيقول لازم تنكشوا، لازم تنكشوا هتفضلوا بعد اصل هو الكابتن اسامه. لا يا كابتن اسامه احنا بنتكلم ولازم ينكشوا الكابتن اسامه احنا بنتكلم انكشوا بقى قال لك ايه الدوري خلاص للاهلي ان شاء الله. الكابتن عادل قال له لا لسه انا ماليش دعوه الموضوع بيحصل بعد. انا اسامه متفائل بالشكل العموم اللي موجود والشكل برافو عليك. المباراه المباراه انت بتحتفظ مركزه والفرق انت ان شاء الله تكسب مباراتين الناقصين لك. هو اسامه يقول هتبقى 11 بونت عن اقرب واحد ده لو هو ما تعثرش. كابتن عادي بيقول لك ايه اول ما اوصل ل 16 نقطه وخمس ماتشات خلاص. معلش وده كلام مظبوط 100%. معلش اقول كلمه صغيره على السريع وكلمه صغيره. نجاح النادي الاهلي من اللي انا بقوله ده طبعا ان شاء الله انه طول الوقت انت قلت كلمة حلوة قوي بيحافظ الدنيا كلها قبل ما نطلع بس للناس اللي هنروح نشوف قالوا ايه. الدنيا كلها وغرفة الملابس وكلها ايد واحدة لهدف واحد مزبوط. بس احنا عندنا كذا هدف السنة دي بإذن الله. وانا كمان بضم صوتي لصوت كابتن عادل، وزي ما قال ان مش بالسهولة بعد ماتش سان داونز مش اي فريق لا يطلع من الموقف ده طبعا غير النادي الاهلي طبعا. تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Zuerst eine Zusammenfassung für das Spiel. Okay, es ist immer schwierig nach so einem Spiel wie in der Champions League, wenn man gerade auch das erste Mal vor so vielen Zuschauern wieder spielen kann und dann so einen überragenden Sieg erringt. Dass man dann aufs nächste Spiel wieder konzentriert ist und den Fokus hat, ja, die tägliche Arbeit umzusetzen. Und das haben sie heute sehr gut auf den Platz gebracht. بيبقى دايما صعب جدا بعد ماتش كبير زي الماتش اللي احنا لعبناه في دوري الابطال. ماتش كان عايز حماس كبير وكان فيه جمهور كبير ودوافع كبيره ونتيجه كبيره واداء كبير، ان الواحد يرجع تاني ويجدد دوافعه ويبقى عايز يعمل حاجه تانيه في بطوله تانيه. الدنيا بتبقى صعبه، لكن اللعيبه بصراحه قدرت انها فعلا تفصل وتبدا انها تركز في ماتش النهارده وتعمل اللي احنا عايزينه ان احنا نكسب النهارده فوز كبير. Ich denke, wir hätten vielleicht das ein oder andere, ein, zwei Gegentore bekommen können, aber ich denke, wir hätten auch gut ja, noch mehr schießen können auf unserer Seite. Und dementsprechend bin ich froh, dass wir auch keine Verletzten haben, um auch mit diesem Kader weiterfahren zu können. كان في فرصه او فرصتين علينا كانوا ممكن خطرين جدا، كان ممكن يجوا اهداف، لكن في المقابل احنا كان لينا كم فرص كبير جدا كان ممكن نحرز اهداف اكتر من كده بكتير. وبالتالي في النهايه انا سعيد بالنتيجه وسعيد اكتر ان احنا خرجنا بالفريق سليم ما فيش اي اصابات عشان نقدر نكمل بالفرقه وبالقائمه اللي معانا في فيما هو قادم من الماتشات. كوتش احمد علي ميدان طبعا النهارده كان في تغيير في الدنيا هايته ونيت غاين كان في تواجد احمد عبد الهادي في التشكيل الاساسي، هل هو اكتفيت بالعقوبه الماليه اللي وقعت على اللاعب بعد تجاوزه في ماتش الهلال ام ان كان في احتياج فني لوجوده؟ الجزئيه الثانيه ليه ما تمش راحت علي معلول وخاصه ان احنا عنده ماتش مهم يوم السبت؟ Wie erste Frage, dann ist Herr Abdel-Eder, dann hat er heute dann gespielt, haben Sie dann, oder war für Sie dann die Bußstrafe Strafe genug? Oder haben Sie ihn gebraucht, deshalb hat er heute gespielt, nach dem, was er dann gemacht hat?
nach dem letzten Spiel. Die zweite Frage ist dann, warum haben Sie Malul keine Pause heute gegeben, obwohl wir einen wichtigen Spiel am Montag haben? Ja, also ich denke, wir haben das besprochen. Ich habe unmittelbar nach dem Spiel in Champions League habe ich gesagt, das sind Emotionen, wir werden das am anderen Tag anschauen und das haben wir gemacht und dann ist das auch für mich vergessen. Also ich denke nicht, dass wir uns selber bestrafen müssen und ja, und darum war er mit dabei und ja, und das ist auch vergessen und er hat sich entschuldigt. Also das muss dann nicht alles noch größer gemacht werden aus meiner Sicht. بالنسبة للشق الأول من السؤال هو أنا اتسألت بعد في المؤتمر الصحفي بتاع ماتش الهلال على الواقع وقلت إن الموضوع ممكن يكون انفعال ومع ظروف المباراة وكده وإن أنا هشوف الموضوع بكرة فأنا تاني يوم شفت الموضوع بشكل أكتر وكلمت مع اللاعب واتوقع عليه عقوبة قاسية هو اعتذر وبالتالي الموضوع بالنسبة لي انتهى أنا مش هنقعد الموضوع نكبر المواضيع ونزودها ونأذي نفسنا الموضوع خلاص في اطار التربوي واطار ان احنا قدرنا نعمل عقوبه وهو اعتذر وخلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى وبالتالي خلاص مش هنقعد نتكلم او نكبر مواضيع اكتر من اللازم. Und Ali ist wie eine alte Maschine und die alte Maschine die muss man ab und zu mal ein bisschen ölen und ist aber wichtig dass sie immer läuft und ist einer, der vor meiner Zeit schon immer gespielt hat oder viel gespielt hat. Und ja, ich habe ihm auch gesagt, okay, er soll gehen und den Eckball schießen, dass der Weg noch länger ist oder er soll aus seiner Position rausspielen. Und hat heute ja wieder ein Tor gemacht, ein wichtiges mit dem Elfmeter. Also von daher haben wir jetzt auch noch genügend Zeit, um uns wieder zu regenerieren. Und ich denke, das ist kein Problem. بالنسبة لكابتن علي معلول هو كابتن علي عامل زي المكنة القديمة شوية والمكن القديم بيحتاج دايما تزيد وأحسن حاجة للمكن القديم إنه يشتغل كتير لو المكن القديم وقف بيبدأ يحصل فيه صدى وتبدأ المكنة ما تشتغلش فكان مهم إن علي يبقى موجود ويشارك وهو بخبراته وأنا بتعليمات مني كنت بقول له إزاي إنه يوفر جهده في وسط المباراة نفسها إن هو مش لازم يروح على الجنب التاني خالص عشان يرفع كورنر أو إن هو يفضل واخد الطريق رايح جاي كنت بقول له إزاي إن هو يوفر جهده في وسط المباراة وعلي نفعنا يعني كان مفيد جدا النهاردة أول جونين هو اللي عاملهم يعني أحرز هدف والجون الأولاني يعتبر برضه هو اللي أحرزه فبالتالي لم يكن هناك غيرنا النهاردة عن علي معلول وإحنا عندنا لسه فترة كافية لغاية الماتش اللي جاي إن شاء الله إن إحنا نعمل استشفاء إن هو يكون موجود معنا الماتش الجاي إن شاء الله. Bestimmt, das Spiel gegen Pyramids ist ganz anders als heute. Es ist ein Finale und ein Pokal, den der Ahli gebraucht. وهي الهجمات اللي انت ضيعتها برضه دي هنتعامل معاها ازاي او مستر كولر هيتعامل معاها ازاي لماتش بيراميدز لان الماتشات اللي زي دي بتخلص بكره واحده. In heute dann haben sie nicht viel rotiert, besonders dann hinten. Die zwei in der Mitte, also die Innenverteidiger, waren die gleichen wie die letzten drei Spiele. Jetzt die, aber trotzdem hat Mahalla dann zwei Riesenchancen gehabt, wie sie selber gesagt haben. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Chancen vergeben. Gegen eine Mannschaft wie Pyramids reicht nur eine Chance, um bestraft zu sein und dann ist die Sache schwieriger. Und wie werden sie damit umgehen, dass keine Chancen also gegen uns kreiert wird und dass wir die Chancen, die kreiert werden, dann auch oder vergeben wird, dann welche Lösung haben Sie? Das ist ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Das ist natürlich videotechnisch, dass wir das besprechen, dass wir das auch auf der Taktiktafel anschauen. Aber gut, die Spieler wissen ja auch, dass das ein Finale ist und dann wird sicher die Konzentration nochmals eine Stufe höher sein, da bin ich überzeugt. Und ja, Finale sind eigentlich dazu da, um sie zu gewinnen. Und wir wollen alles dafür tun, damit wir dieses Spiel gewinnen können. Und wir wissen jetzt noch nicht, ob Pyramids so viele Chancen gegen uns herausspielt.
Wir werden das sehen. Es wird sicher ein anderes Spiel geben als heute. في البداية احنا طبعا ان شاء الله عندنا وقت لغاية المباراة الجاية ان احنا في الفيديو نتفرج على الماتش واخطائنا نتفرج عليها تاني وعلى السبورة ونقعد نتكلم مع اللعيبة، لكن عامة اللعيبة في ماتش نهائي ضد فرقة زي بيراميدز درجة التركيز بتاعتها اوتوماتيكلي بتبقى مختلفة تماما، بتبقى اعلى بكتير، وبالتالي الاخطاء بتقل كتير مع ارتفاع درجة التركيز. ماتش بيراميدز هيبقى ماتش مختلف بالتأكيد تماما عن ماتش النهاردة، هيبقى ماتش اصعب كتير، ولكن ماتش نهائي والنهائيات خلقت عشان نكسب، عشان الواحد يبقى عايز يكسبها، واحنا هنعمل كل حاجه عشان نكسب ماتش ان شاء الله يوم الاثنين. لكن انا متاكد ان اللعيبه ان شاء الله هتكون في قمه تركيزها وهتحاول تدي كل حاجه عشان احنا نكسب البطوله دي وما يبقاش فيه اخطاء، ومحدش عارف ان هل بيراميدز اصلا هيبقى عنده فرص في الماتش اللي جاي ولا لا. اخر سؤال يا استفخار مسرور سلعه اولا مبروك خاتوا لي غدا في دي 3 بونت. الشوط الاول ايه رايك حطيته في القرعه على الاهلي مع الرجاء، والشوط الثاني الفتره الاخيره الاهلي بيحصل انهيار دفاعي، اخر 11 ماتش الاهلي دخل فيه في مرمانا 18 هدف وده معدل صعب جدا بالنسبه لي. اخر 11 ماتش 11 ماتش دخل في مرمانا 18 هدف وغير ضرب اربع ضربات جزاء شيء ده مش صدقه، فهل علاج الاخطاء دي في الماتشات اللي جايه من المرحله الجايه مش هتبقى فيها اي Jetzt, also die zwei Fragen sind eigentlich nicht mit dem Spiel, haben mit dem Spiel nichts zu tun. Das erste, die erste Frage ist bezüglich dann Raja und das Champions League, bis wir gegen Raja spielen. Was sagen Sie dazu? Und die zweite Frage, Al Ahly in den letzten 11 Spielen hat 18 Tore bekommen. Was werden Sie machen dann, um dieses Problem zu lösen? Ich habe ihm selber gesagt, wir haben in den letzten 4 Spielen dann kein Tor bekommen, oder 3 Spiele kein Tor bekommen, aber naja, gut. Ja, also Champions League, gut, das wird ja zugelost. Also wir werden uns jetzt mit dem Gegner beschäftigen, wenn wir das wissen, und Spiele anschauen, aber so kann ich noch nicht viel sagen. Ich weiß, dass das natürlich eine sehr gute Mannschaft ist, mit auch sehr fanatischen Fans. Und dementsprechend ja, werde ich dann jetzt in den nächsten Tagen mal Spiele besorgen und dann mich informieren über das. Ja, wir haben das ein oder andere Tor bekommen, aber es ist auch schon natürlich jetzt eine gewisse Zeit her oder ein paar Spiele her. Und wir haben aber viele geschossen und wir sind überall dabei. Und ich denke, es ist natürlich schwierig, wenn man Club-WM noch dazu nimmt, zur Afrika Champions League, zur Meisterschaft hier. Ich denke, man sollte das nicht so vermischen. هو بالنسبة للجزء الأول من السؤال، القرعة وهي قرعة الرجاء، قرعتنا فريق قوي جدا وعارف إن هو فريق قوي وعارف إن هو عنده جمهور مختلف، جمهور كبير جدا، هتفرج عليهم ونشوف وقت الماتش يبقى نقعد نحلل المباراة ونقعد نشوف هنقدر نتعامل معاهم مع فريق الرجاء إزاي، مش وقته دلوقتي طبعا ده لسه يعني. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، هو عموما إحنا بقى لنا كذا ماتش ما بيخشش فينا جوان، لكن حضرتك بتحسب دخلت كأس العالم على بطولة أفريقيا على الدوري، المقارنات دي ما تنفعش، يعني ما ينفعش إن أنا أدخل بطولات على بعض وأقول أصل أنا بيخش فيها أجوان من ريال مدريد زي ما بيخش فيها أجوان من فريق تاني. فلازم إن أنا أشرح كل حالة لوحدها وكل بطولة لوحدها. ما ننساش برضو إن إحنا هجومنا الحمد لله كويس جدا، بنجيب أجوان كتير جدا، بنخلق فرص كتير جدا، ودي برضو نقط لازم تتحط في الاعتبار. واضح طبعا الرضا عن الاداء ونتيجه المباراه من مستر كولر، اتكلم بكل اتزان بكل هدوء، وطبعا النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته. يمكن فتره من الفترات كان في هجوم غير مبرر على الكل، على المنظومه، على الجهاز الفني، على اللعيبه، ولكن لما نيجي نشوفها بالارقام، نادي الاهلي في دور الثمانيه، نادي الاهلي اول دوري بفارق كبير لسه ما حسمش، نادي الاهلي بيكسب بالثلاثات وبالاربعات وبيقدم عروض جيده. فالوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي زي ما احنا شفنا كده الفتره الاخيره، جماهيرنا بتدعم، جماهيرنا بتساند، الفرقه ماشيه كويس، الفرقه ماشيه بخطى ثابته، معظم اللعيبه خلاص زي ما قالوا كابتننا الكبار كله بينصهر دلوقتي، اي حد بيلعب باي حد، ما بتحسش بفرق، ما بتحسش بفروقات خالص بين اللعيبه وبعضها، والمسيره ماشيه. والنادي الاهلي
هو الأقوى، هو الأفضل. اللقاء صعب، اللقاء اللي جاي نتمنى إن الجهات المسؤولة زي رابطة الأندية تساعد شوية، خصوصا بعد ماتش فاركو. يمكن ما حدش اتكلم فيها بس أنا بتكلم من دلوقتي، بتكلم من بدري. ماتش فاركو يوم 14 بعد ماتش بيراميدز الفاينل بتاع الكاس بأربع أيام، هو ثلاثة وانت الرابع، هو انت بتخلص الساعة 12 بالليل، يعني دخلت في اليوم اللي بعده. بعديها بيومين يوم 17، يعني بتخلص فاركو 14 تطلع 15 من الاستاد، عندك بعديها بيومين 17 ماتش سموحة في اسكندرية. ازاي؟ معرفش. بعديها بثلاث ايام عندك مباراة قوية جدا 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 قدام مباراة كؤوس قدام الرجاء المغربي. طبعا نتمنى ان الرابطة تنظر بعين الاعتبار لموقف النادي الاهلي وتساعده الفترة اللي جاية، مش تحط له صعوبات. ده اللي نتمناه. وانا يعني عن حسن الظن لحد دلوقتي برجال الرابطة الاجلاء. طيب كابتن شريف، القرعة اصفرت عن سيمبا التنزاني مع الوداد المغربي مباراة رقم واحد كده، الوداد وصل. المباراة الثانية انا بعتبرها نهائي مبكر بين النادي الاهلي والرجاء المغربي 50-50، شباب بلوزداد الجزائري مع سان داونز الجنوب افريقي. اعتقد مفروض جنوب افريقيا السنه دي سان داونز، سان داونز يكون ليهم حظ اوفر في الوصول لمربع الذهبي. شبيبه القبائل الجزائري مع الترجي التونسي 50-50 برضه، كله 50-50. مش كله 50-50 مش كله، انا قلت لك الاولاني الوداد ده وصل. سان داونز الاهلي والرجاء المغربي دول يعني زي بعض في جميع اللقاءات، زي بعض في ده جايب 17 جول ده جايب 16 جول، تعادلوا كسبوا ده ثلاث مرات ده مرتين، تعادلوا ثلاث مرات، يعني في كل الشكل كله في فرقه قريبه منك جدا. فكل ما عليك ان انت بنفس الكلام اللي انت قلته دلوقتي عن النادي الاهلي بالاستعدادات بكل حاجه. طبعا انا معاك مفيش حاجه اسمها ماتش سموحه ده قبل المباراه دي، ده ما ينفعش ابدا. يعني نظره النادي الاهلي المصري، مش احنا مش رايحين، ده احنا مصر اللي رايحه تلعب في البطوله دي. صحيح. الحمد لله ان احنا وصلنا، وباذن الله يكون البطوله عندنا ال11 باذن الله. فلازم ببساطه يعني الناس اكيد الناس هيبقى عندها رؤيه جيده جدا، لان ما ينفعش فرقه تلعب بعد يومين دور الثمانيه في كاس افريقيا واحنا بايدينا احنا نعمل نفس الشكل ده. صحيح. فالنادي الاهلي بامكانياته، انا عايز اقول لك على حاجه، هو انا قلت لك ايه قبل القرعه؟ احنا هنلاعب مين؟ الرجاء. وانا قلت انا تمنيت الرجاء. ليه؟ اولا الرجاء ما عندوش من الخبرات الكبيره قوي في بطوله افريقيا، وبيوصل الفاينل كل سنه. يعني الوداد عنده خبرات كبيره جدا، وداد عنده بطولات اكتر من الرجاء. الترجي عنده خبرات كبيره جدا وبيوصل دايما سيمي فاينل وفاينل. ف الرجاء السنة دي كويس في لقاء المجموعات حاجة، والنوكاوت حاجة تانية. اعتقد النادي الاهلي متخصص في الحاجات دي، هما بيخافوا من النادي الاهلي، عشان كده قلت لك لما احنا مش عارفين هنلاعب مين، انت هتلاعب اي حد عشان تكسب. وانت هتخلص من الرجاء باذن الله هتلاقي فرقة تانية اقوى، هتروح للوداد ولا انت لو انت هتلاعب الكسبان من الترجي ومن الترجي وشبيبه القبائل بالظبط. يعني برضو راح لفرقتين، ما هو اديك هتقابل باذن الله الترجي تاني، كنت عايز تقابله المره دي يعني. صحيح. لازم عشان تاخد البطوله بتقابل كل الفرق دي ان شاء الله. نتخطى بس ايه عقبه الرجاء اللي انا مع عادل باذن الله الفاينل سان داونز والنادي الاهلي، ربنا يكرم ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. طبعا اللجنه لجنه اختيار رجل المباراه ادت النهارده رجل المباراه لعلي معلول لاعب النادي الاهلي. تعالوا نروح نشوف زميلنا كريم احمد ولقاء مع علي معلول بعد المباراه. مستمرين معاك من جديد يا كابتن ايمن، كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، فوز مهم جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي، على فريق ايضا كبير زي فريق غزل المحله. لكن الحقيقه انا معايا واحد معشوق الجماهير، الانكار الذاتي الكبير، الروح الكبيره، الحب الكبير جدا اللي بيعشقه فيه جمهور النادي الاهلي، هو علي لطفي مان اوف ذا ماتش النهارده. قيمه كبيره جدا يا علي، مبروك يا علي، مش كتير عليك انت تكون مان اوف ذا ماتش الحقيقه في كل مباراه. لاجتهادك الكبير وتركيزك وخبرتك الكبيره، حب الجمهور الحقيقه حاجه كبيره جدا، مبروك يا علي. لكن لسه القادم افضل ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي. الحمد لله ان شاء الله. ألف مبروك لكل النادي الأهلي على الانتصار وعلى ثلاث نقاط المهمين في مشوار الدوري.
كنا نعرف انه خارجين من مقابله كبيره مع الهلال السوداني، كنا مركزين طيله الخمس ايام انه لازمنا نركزوا، خاطر كنا متعودين انه بعد اي مقابله كبيره لازم نعملوا تعثر، لكن الحمد لله مقابله اليوم النادي الاهلي كان حاضر كما يلزم، كان مركز على طول 90 دقيقه، قدرنا انه ننتصر وناخذ ثلاث نقاط مهمين يخلونا نبعدوا اكثر في ترتيب الدوري ان شاء الله. القادم افضل بالنسبه للنادي الاهلي في الدوري ان شاء الله. مجهود كبير جدا الحقيقه على اللاعبين الدوليين وتحديدا عليك، انتوا راجعين من مباراه صعبه جدا، داخلين في البطوله الافريقيه ومن بعدها بطوله الدوري العام، توزيع الجهد ازاي، الجانب النفسي ازاي، الخبرات الكبيره بتتكلم ازاي، لان لابد يكون في تضحيات كبيره جدا على الفتره اللي جايه. اكيد هذا قدر لاعبين النادي الاهلي انه تتخلص من مرحله تدخل في مرحله جديده، مع ما فماش وقت انك تتنفس، لكن الحمد لله الخبرات والاجواء الانتصارات تبدا موجوده في الفريق يخليك نفسيا تبدا مرتاح اكثر وتقدم اداء اكثر. عندنا كل الامكانيات اللي نخلينا نعمله الاستشفاء بتاعنا في وقت ممتاز في وقت قياسي، الحمد لله ان شاء الله نكملوا في السكه الانتصارات. قدامنا ان شاء الله مقابله نهائي الكاس بعد خمس ايام ان شاء الله، خمس ايام يكونوا متحفزين، يكونوا نحضرهم في اجواء ممتازه باش ان شاء الله ننتصروا في اللقاء القادم ان شاء الله. اتكلمت انا على النهائي لكن هكلمك على المواجهه القادمه، الرجاء خلاص تم تحديد القرعه، انا عارف ان النادي الاهلي اي فريق النادي الاهلي خلاص هي قدامه، النادي الاهلي عنده هدف وهي البطوله، لكن التحضير هيبقى ازاي على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الخبرات عالي في مباراه اكيد هتبقى صعبه سواء في القاهره او في الملعب. اكيد اكيد مقابله مش يكون تحضيرها خاص، خصوصا انه عدينا مرحله المجموعات، عدينا بفترات صعيبه، لكن طول سبع سنين موجود في النادي الاهلي هي نفس الاجواء في دور المجموعات، لكن النادي الاهلي في الادوار الاقصائيه يكون حاضر كما يلزم، يعرف البطوله، يعرف منين ياخذ المقابلات نتاعو. لكن قبل مقابله الرجاء البيضاوي عندنا لقاء مهم اللي هو نهائي الكاس اللي خلينا ان شاء الله ننتصروا فيه، خلينا نحضر لقاء الرجاء البيضاوي في اجواء ممتازه وناخذوا لقب يزيدنا عزيمه ان شاء الله اكثر باش نقدموا اداء ممتاز ان شاء الله. اخيرا علي، مان اوف ذا ماتش دي يمكن القيمه الكبيره للاجتهاد، يعني مان اوف ذا ماتش ما حدش بياخده الا بالجهد وبالعرق وبالاجتهاد، بتمثل لك يمكن هي بتبقى رمزيه لكن اكيد مردودها بيبقى كبير جدا على قيمه كبيره زي علي مان. اكيد هي جائزه نفسيه وتحفيزيه، لكن انا بالنسبه لي انا انه الفريق الكامل الجائزه هذه للفريق الكل على الاداء الممتاز اللي قدمه اليوم، كانت ال11 لاعبه وال14 لاعب اللي شاركوا في المقابله كانوا حاضرين كما يلزم، قدموا اداء ممتاز، الجائزه هذه لهم الناس الكل، اهم حاجه انه الجائزه هذه ما تطلعش من لاعبي النادي الاهلي. حبيبي شكرا. مبروك من جديد لكل لاعبي النادي الاهلي، للجهاز الفني علي معلول، علي لطفي، كل لعيبه مستر كولر حقيقه على تحضيره الاكثر من رائع لهذه المباراه. الصعوبه زي ما بنقول يا كابتن ايمن بتكسب مباراه كبيره باداء ونتيجه، المباراه القادمه بتكون اصعب، لكن الخبرات الكبيره جدا المتواجده مع فريق النادي الاهلي تقدر تحسم اي مباراه. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. وزي ما شفنا علي معلول هو رجل المباراه من قبل لجنه اختيار افضل لاعب في المباراه. كابتن علاء، رايك في نتيجه القرعه بتاع الدور الثمان؟ ما فيش اي كلمتين قبلها، قلت لك يعني انت الثلاث فرق اخويا شمال افريقيا، يعني الفريق الوداد هو الفريق المحظوظ من وجهه نظري، يعني لاعب سيمبا اعتقد ان اضعفهم في المجموعه كلها. يعني سيمبا الفريق الاضعف في الحلقه دي كلها، لكن بعد كده لا بتتكلم على شمال افريقيا، بتتكلم على سان داونز، فرق كلها متمرسه، حتى كابتن شريف اتكلم في نقطه ان هو ما لعبش نهائيات كتير وي، لكن هو السنه دي الفريق رجاء مختلف. مظبوط، ودايما تقلق من الفريق اللي نفسه يفوز بحاجه، لكن هو مع النادي الاهلي هو دلوقتي في بيعمل حسابات لا مش حسابات دي اتغيرت، حسابات حساب في دماغه ان ده هيلعب الاهلي سيد اسياد افريقيا، دي تحط تحتها مليون خط. صحيح، لان هو قال يعني راجل متمرس في البطوله دي بطولته. مظبوط، يعني باسمه باسم النادي الاهلي على اختلاف التاريخ كله، عشان كده ايمن القلق عنده، القلق عنده هو، لكن احنا مش قلق، لكن احترام للرجاء طبعا. اكيد، واحترام لباقي الفرق. صحيح، خلاص انت عديت المجموعات فانت مهيئ نفسك انك تصادم باي حد، خصوصا لما عرفت ان انت واحد من شمال افريقيا. مزبوط، فانا خلاص مهيئ نفسي ترجي وداد او رجاء جاهز. انا خلاص جاهز. صحيح، انت بتقول انا جاهز لاي فريق، هو بقى بيقول انا لازم اجهز مليون في الميه عشان النادي الاهلي. صحيح، عشان هو عارف قيمه النادي الاهلي. صحيح. كابتن اسامه يقول لي سيمبا ووداد المغربي، اعتقد كفه الوداد ارجح. يعني الوداد خبرته اكبر، فرقه سيمبا فرقه مش يعني مش بتاعه بطوله وفرقه خفيفه،
فيعني لولا انه في ربنا طبعا والنتيجه كنت اقول لك 100%، لكن بنسبه 95% الوداد هيصعد للدور الجاي. الاهلي والرجاء والمواجهه الصعبه ونهائي مبكر من وجهه طبعا نظر. ده نهائي مبكر من الماتشات الثقيله، ماتش صعب، لكن طبعا كفه الاهلي ارجح. يعني انا مش هقول زي شريف 50 و50، انا وجهه نظري النادي الاهلي ممكن يكون 75% ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله برغم ان المباراه الاولى هنا. ما هو مش معنى كده، انا بقول لك في 25% برضه فرصه لكن انا متوقع المباراه دي تخلص. متوقع الاهلي الوداد، الاهلي مين بعد كده؟ شباب الوداد الجزائري مع سان داونز جنوب افريقيا. نفس الشيء اللي قلته مع الرجاء والوداد، مع الرجاء والاهلي. سان داونز بنسبه برضه 75-80%، لان برضه شباب الوداد اللعيبه الجزائريين فيهم عنف وشراسه وفي اللعب، مش هيبقوا سهلين، يعني مش هتبقى العمليه، لكن طبعا سان داونز بنسبه كفته ارجح 70-80% برضه سان داونز. شبيبه القبائل والترجي التونسي اعتقد دي متكافئه برضه نفس الشيء، يعني يعني في تقارب، ولكن الكفه تميل شويه للترجي بخبراته في البطولات الافريقيه. لكن تقدر تقول مثلا 60-40، 60% للترجي وشبيبه القبائل 40% او 5 او 30%. فانا شايف ان الاقرب الوداد، الاهلي، ترجي، سان داونز، هم دول الاقرب ان شاء الله. وان شاء الله النهائي بين الاهلي والوداد، نهائي الاهلي والوداد يا رب ان شاء الله باذن الله. نروح مره ثانيه لزميلنا كريم احمد ولقاء مع علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي. بجد التحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي، مبروك، فوز مهم جدا الحقيقه. وزي ما بنقول اما بيكون عندك مباراه صعبه في البدايه ومباراه تيجي بعديها محتاجه تركيز كبير، لكن انا معايا الحقيقه واحد من النجوم صاحب الشخصيات المحترمه جدا والهدوء والتركيز الكبير، ربنا بيكرمه عشان كده هو مجتهد والكل بيحبه، علي لطفي. يعني ببارك لك علي في البدايه وبرحب بيك ورمضان كريم عليك، بتجتهد بشكل كبير، ربنا سبحانه وتعالى بيوفق. مين موجود مين مش موجود كلها طبعا بتترك ربنا سبحانه وتعالى وقرار المدير الفني. مبروك النهارده على ادائك وعلى لعيبه النادي الاهلي. طبعا الحمد لله بحمد ربنا طبعا على الثلاثه بونت بتوع النهارده بيقربونا للدوري. احنا الحمد لله كل التيم جاهز، كل لعيب جاهز ان هو يؤدي، جهاز يحتاجه في اي وقت هو جاهز، بيتمرن كويس، بيشتغل كويس، فالحمد لله شغالين بشكل كويس، وان شاء الله اللي جاي احسن ونقدر نخلص الدوري بدري ان شاء الله. العلاقه الطيبه من الجميع، ما بشوف الجمهور وهو بينادي على شوبير وعلى حمزه وعلى علي، على علي تحديدا بتاثيرها عليك بيبقى ازاي؟ لان انت عارف بتلعب عشان جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، وشفنا الاداء الكبير والحماس الكبير جدا في مباراه الهلال، ايه اللي ممكن يقوله علي لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا جمهور النادي الاهلي طول عمرنا بنتكلم ان جمهوره هو رقم واحد بالنسبه لنا، هو اللاعب رقم واحد، يعني زي ما شفنا في ماتش الهلال كان بيساندنا بشكل كبير جدا، والجمهور كان مايل الاستاد، بقى لنا فتره ما بنلعبش في الاجواء ديت، وبتمنى طبعا ان احنا نلعب في الاجواء دي على طول والجمهور يحضر بالشكل دوت، فهو بيدينا دفعه جامده جدا في الماتشات. فطبعا بشكر جمهور النادي الاهلي وان شاء الله بدعمهم الفتره اللي جايه اكتر هنقدر نحقق كل البطولات اللي احنا شغالين فيها. انا عارف انت بتجمعك علاقه اكتر من راي الحياه مع الشناوي ومع الكل، لكن الشناوي قال لك ايه؟ واكيد شجعك وحفزك وكلمك، لان انا عارف ان بره الملعب وجوه الملعب انتوا علاقتكم كبيره جدا. لا طبعا الشناوي اخ بالنسبه لي، هو وشوبير وحمزه، فاحنا بنتعامل مع بعض كرجل واحد، اي حد بيلعب بنبقى وراه وبنسانده وبنتكلم مع بعض دايما. الشناوي اكيد طبعا قعدنا مع بعض واتكلمنا، وطبعا اتمنى له التوفيق، وقعدنا نتكلم في الماتش والمحله بتلعب ازاي ونقاط القوه عندهم ازاي. فاحنا طبعا احنا اخوات في الاول وفي الاخر، بس اي حد بيلعب ده بيلعب باسم النادي الاهلي، بنقف في داره وبنتمنى له الخير ويبقى كويس ان شاء الله. قفلنا الصفحه بيراميدز، مباراه النهائي، مباراه مهمه جدا، ولسه بقى عندنا كمان حلم الافريقي. خلاص احنا عرفنا ان احنا نواجه الرجاء، لكن ابدا معاك الخطوه الاولى نهائي كاس مصر، كيف يرى علي لطفي مع الحضور الجماهيري اللي منتظرينه ان شاء الله؟ طبعا احنا بقى لنا فتره كاس مصر بعيد عنا، لا احنا مركزين، هنركز ان شاء الله من بكره، النهارده خلاص، فان شاء الله هنركز من بكره للماتش، فان شاء الله بنوعد جمهور النادي الاهلي ان الكاس ان شاء الله هتبقى في الجزيره باذن الله. حبيبي حبيبك يا ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير لعلي لطفي حارس مرمى للنادي الاهلي، عنده انكار ذات كبير جدا يا كابتن ايمن، مجتهد بشكل كبير، عشان كده ربنا بيكرمه. يا رب ان شاء الله باذن الله يوفق لعيبه النادي الاهلي. تم تحديد مباراه الرجاء، ومن بعدها خلاص يمكن عندنا بقى المباراه القادمه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر. توفيق.
رب ان شاء الله كل الظروف والتحضيرات والمناخ وكل الامور تكون ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي. يمكن الاجواء طيبه جدا هنا كابتن ايمن هنا في استاد القاهره، الكل اكيد فرحان طبعا على الثلاث نقاط. مباراه في بطوله الدوري العام جايه بعد مباراه يمكن زي ما قلنا مباراه الهلال كان فيها مجهود بدني كبير جدا، كان فيها حضور جماهيري، كان لها تاثير كبير، لكن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يستمر النادي الاهلي على تركيزه وعلى ادائه، وجمهورنا ايضا كمان يستمر في الحماس الكبير اللي بنشوفه في المدرجات، ويستمر ايضا كمان الجهاز الفني في تحضيره للمباراه القادمه. عندنا عدد كبير جدا من المباريات، متلاحم كبير جدا من مباريات بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يبقى في المقدمه ولكل حدث حديث في مباراه نهائي كاس مصر. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن عادل، رايك في قرعه دور الثمانيه؟ والله يعني اي البطل لازم يلعب اي حد، ولكن لو انت بصيت هتلاقي فعلا في فرق اقل من فرق، يعني سيمبا والوداد، لا الوداد زي ما قالك انا مع كابتن شريف، الاهلي والرجاء 50-50 ما فيهاش، لان الرجاء متمرس والاهلي متمرس. هات البطوله، هات بطولاتهم وهات مبارياتهم مع بعض تلاقيها قريبه. بعدين فرقه الرجاء وجهه نظر يعني فاذى حالاتها في الوقت الحالي. الجزائر بالازداد مع سان داونز، انا اشوف انه سان داونز كعبه عالي يعني، او بالمعنى الاصح هو في فتره كويسه بالنسبه في الكوره ممكن يكسب يعني. اما الترجي وشباب القوائل، انا بالممارسه الترجي، لكن في اخر الامر كره القدم لا تعترف بكل الكلام اللي احنا بنقوله، ممكن يبقى يومك تحضيرك لكن نشوفه، لكن في الاخر احنا بنبقى فخورين بفرقتنا، انه عندنا ميزه ان احنا عارفين ان هم يبذلوا اقصى ما عندهم. النصر والهزيمه من عند الله، بس هم يدونا اقصى حاجه عندهم باذن الله، التوفيق من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. بعد فوز النادي الاهلي النهارده بيتصدر او بيواصل تصدره لجدول الدوري قمه الترتيب. النادي الاهلي لاعب 19 مباراه وعدد النقاط 47، المركز الاول. المركز الثاني فيوتشر لاعب 21 مباراه بمباراتين اكثر من النادي الاهلي 42 نقطه، وبيراميدز في المركز الثالث لاعب 21 مباراه 40 نقطه بعد التعادل مع المقاولين النهارده. اتحاد سكندري في المركز الرابع لاعب 21 مباراه وعنده 36 نقطه، ثم ياتي الزمالك في المركز الخامس لاعب 21 مباراه برصيد 33 نقطة. دول الخمس فرق في المركز الأول، ويبقى إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي هو الأقرب لتحقيق لقب بطولة الدوري العام إن شاء الله بعد غياب سنتين. هنروح لزميلنا كريم أحمد ونشوف لقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب عام النادي الأهلي، ومن بعده الفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. نجم المباراه، نجم المباراه هنقوله الفتره اللي جايه. ماشي. طب انت عايز تقول مين نجم المباراه؟ مروان عطيه. مروان عطيه كابتن شريف. لان انا ضد اسامه خالص. مروان عطيه برضه قال لك 75% و50%. نجم المباراه مروان عطيه. طيب كابتن علاء. وسريعا بس تحيه لاحمد ميهوب، وطبعا اكيد مروان عطيه والهداف. كابتن عادل عبد الرحمن. انا مروان عطيه. مروان عطيه. وانا برضو مروان عطيه من وجهه نظري نجم المباراه. احنا بنقول مبروك لعلي معلول، ولكن احنا من وجهه نظرنا كل لعيبه النادي الاهلي نجوم، ولكن من وجهه نظرنا النهارده ان مروان عطيه هو رجل المباراه. نروح للكابتن سامي قمصان ومن بعده الفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، انتظرونا. مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتن الكبار، كل جمهور النادي الاهلي. سريعا بقى نروح للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي اللي هنبارك له وهنهنيه النهارده على الاداء. مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم جدا، وبناكد كل مره ما بتطلع من مباراه صعبه جماهيريا واداء بتبقى محتاج تركيز اكبر وشغل كمان من الجهاز الفني اكبر للمباراه الثانيه. الحقيقه كالعاده على قدر المسؤوليه اللاعبين، نتيجه كبيره 3-0، حطينا في الاجواء، قيمنا المباراه النهارده ونشوف الاداء النهارده ازاي يا كابتن. طبعا تحدي كابتن ايمن وضيوفه، طبعا مبروك طبعا النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. ممكن المباراه دي دايما تبقى فيها يبقى فخ كبير جدا يعني، خصوصا بعد مباراه كبيره وقبل مباراه كبيره برضو يعني. فالراجل حذر كتير من المباراه النهارده، فرقه المحله فرقه مميزه بيلعبوا بشكل مميز وعاملين نتائج ايجابيه، حتى اخر مباراه بالنسبه لهم مع الاتحاد كسبوا 2-0 وعملوا ماتش كويس يعني. فاعتقد كانت مباراه مهمه بالنسبه لنا وثلاث نقاط مهمه. اعتقد الحمد لله نتيجه واداء وشكور، اعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه لينا
وتدينا ثقه طبعا قبل مباراه كبيره زي مباراه بيراميدز اللي جايه ان شاء الله. مباراه بيراميدز اللي جايه خلاص هي الحديث دلوقتي والتحضير ليها من اللحظات دي يا كابتن سامي. انت عارف فريق كبير محترم منتظرين كمان جمهورنا. التحضير هيتم ازاي لان الوقت قليل خلاص عندنا كل الفتره اللي جايه وقت قليل جدا. الجهاز الفني هيتعامل ازاي مع مباراه كبيره جدا بحجم قيمه نهائي كاس؟ مباراه كبيره ونهائي كبير لكن طبعا بالنسبه لنا طبعا يعني وجود الجمهور هيبقى دافع كبير لينا ودينا ثقه كبيره زي ما حصل في ماتش الهلال. اعتقد جمهور النادي الاهلي دايما بيدينا دفعه كويسه. بطوله مهمه بالنسبه لنا مرتبطه ببطوله اكبر سوبر فاعتقد الحمد لله اللعيبه مركزه وعندها دوافع كبيره وعندها ثقه كبيره جدا في نفسها وفي جمهورها اللي هيبقى فيه دعم كبير. فان شاء الله تكون حاضرين ان شاء الله موجودين بشكل كويس ونقدر نحقق بطوله ان شاء الله تكون بطوله ثانيه لينا ونقدر نستعد ان شاء الله للبطولات اللي جايه. دعم الجماهير الكبير جدا الحقيقه كابتن سامي يعني غير مشهود بنشوفه من فترات كبيره جدا ومنتظرينه كمان في مباراه بيراميدز. مردوده على الجهاز الفني ازاي ومردوده على اللعيبه ازاي لان على ما اعتقد الاجواء دي يعني بتبقى موجيه وبتخلي كل لعيب عايز يطلع اللي عنده كابتن. ممكن الراجل يتكلم في النقطه دي كتير جدا يعني هو دايما كان بيقول بسمع عن جمهور النادي الاهلي وعظم جمهور النادي الاهلي يعني يمكن الماتش اللي فات كان مردوده كبير جدا يعني ومردود الجماهير علينا كان كبير جدا يعني نتيجه واداء الحمد لله. فاعتقد الحمد لله النادي الاهلي يعني بوجوده الجماهير بيمثل قوه كبيره جدا يدينا دوافع كبيره جدا يعني وتحمس اللعيبه وتحطك في اجواء طبعا زي اجواء اوروبيه زي ما بقول يعني. فاعتقد الحمد لله اتمنى وجودهم استمرارهم معانا ودعمنا دايما واعتقد ان شاء الله يكون مردود كويس لينا باذن الله. اخيرا البطل بيقابل اي حد؟ خلاص الرجاء تم تحديد هذه المواجهه. الجانب النفسي مهم جدا هي لسه المباراه بعيده شويه لكن على ما اعتقد ان كل النهارده هيفكر في هذه المباراه لحظات لان خلاص الامور كلها اتضحت. كيف يرى الكابتن سامي تحديدا هذه المباراه المباراتين لان المباراه اللي هنا هتكون صعبه واللي هناك هتكون اصعب كابتن؟ يعني بطوله افريقيا كل الفرق اللي تاهلت اعتقد عندها خبرات كبيره ويمكن من سنين كبيره جدا هي معظمهم بيبقى نفس الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه. لكن زي ما قلت لك يعني تركيزنا دلوقتي مهم جدا يعني على بطوله كبيره بالنسبه لنا كاس مصر. بعد كده ان شاء الله نستعد كويس بقى ان شاء الله الرجاء وان شاء الله لحد المباراه اللي قبل النهائي ولحد المباراه النهائيه باذن الله. لكن في الاول يعني تركيزنا ان شاء الله على مباراه الكاس باذن الله. شكرا. جميل بنشكر اكيد كابتن سامي قمصان وكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني لكن في هذه اللحظات عوده ليك والكابتن ايمن شوقي. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. تصحيح بس بعد تعادل المقاولين النهارده مع بيراميدز اصبح نادي المقاولين في المركز الخامس وليس نادي الزمالك هو في المركز الخامس. نادي الزمالك في المركز السادس ونادي المقاولون يسبقه بنقطه ولكن المقاولون العرب لاعب مباراتين اكثر من نادي الزمالك. اذا المقاولين العرب في المركز الخامس ونادي الزمالك في المركز السادس. نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس شرفنا يا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وتحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء مهوب كابتن اسامه عربي وكابتن عادل ابو رحمه. هذا كابتن منور يا كابتن. مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن في البدايه على الاداء وعلى النتيجه وهارد لك لنادي المحل. قبل ما نروح لطاقم التحكيم هنتكلم المباراه النهارده كانت بدون تقنيه الفار ودي عمليه صعبه جدا جدا طبعا. كابتن ايمن وهقول ليه صعبه لان خلي بالك وانت يعني كنت حكم لما بتلعب على تقنيه الفار عامل مساعد ليك بتبقى حتى مطمن وانت بتلعب صحيح. بدون تقنيه الفار بتبقى انت قلقان جدا جدا الا اذا كان الحكم عنده ثقه بنفسه. كابتن علاء النهارده البنا عنده ثقه بنفسه وثقه بقراراته صح. احنا ما بنتكلمش الكلام ده عشان خاطر هذه المباراه ولكن هو دايما البنا ابدا دايما وابدا ما بيعولش على تقنيه الفار بيشتغل على شغله التحكيمي دايما بيجتهد وبياخد القرارات الصحيحه. الحاله النهارده والقرار اصعب يا كابتن علاء النهارده كان قرار صعب جدا جدا اللي هي الدقيقه 56 وده انا بقول القرار اصعب في المباراه مش من الحكم البنا لا ده من الحكم المساعد حسن رمضان لو حكم مساعد حسن رمضان اللي كان موجود ناحيه ركله الجزاء اللي تم احتسابها. انا جايب اللعبه دي الاول يا كابتن شريف لان دي مهمه جدا جدا يمكن دي اصعب قرار في المباراه اللي خده الحكم المساعد مع الحكم وده التعاون اللي احنا ما بنشوفوش قبل كده خالص. النهارده عشان خاطر مش موجود تقنيه الفار النهارده هنشوف الحاله دي وهوريك ازاي المساعد اشار على المخالفه لحظه الصفاره اللي هي من محمود البنا. هنروح لطاقم التحكيم النهارده اللي موجود معانا هنا. محمود البنا كان حكم الميدان عندنا الحكم المساعد رقم واحد محمد فاروق منطقه القاهره المساعد رقم اثنين حسن رمضان اللي هو ناحيه ركله الجزاء اللي هي تم احتسابها من منطقه بني سويف وعندنا الحكم الرابع ابراهيم محمد من منطقه الجيزه. نشوف
القرار اللي هو الاصعب كابتن علاء, وده يهمني قوي قوي القرار دوت في المباراه, لان خلي بالك مفيش تقنيه الفار ونشوف القرار دوت, شوف اللعبه اللي جايه ونبص نبص على المساعد يا كابتن هنا بس المساعد, لان انا نفسي اشوف المساعد بس هقف بس في نفس اللحظه قبل ما نحل بس اللعبه. ده اللي احنا عاوزينه يا كابتن ايمن, عندنا عاوزين المساعدين عندهم الجراه عندهم الشجاعه شخصيه نعم شخصيه هنا جدا كابتن شريف, انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا. كلما لما تلاقي حكم مساعد عنده قرار, خلي بالك بيدي قرار. هو ليه هو هيدى هنا يا كابتن قبل بس ما نحل اللعبه؟ لان الايد هنا اكتر حاجه يشوفها هو حسن رمضان الحكم المساعد, زاويه الرؤيه بتاعته يعني مفتوحه, وبالتالي هنا في نفس اللحظه البنا بيشاور بايده الشمال, هنا حسن رمضان رافع على المخالفه. خلي بالك انا بقول الكلام دوت ليه, لان في حكام مساعدين كابتن عادل عندنا يعني للاسف الشديد للاسف الشديد هو جاي لمهمه التسلل بس, لا انا بقول لجميع حكامنا المساعدين ده نموذج للحكام المساعدين. حسن رمضان رغم ان هو ما خدش فرصته وهو من منطقه بني سويف, ولكن النهارده هذا القرار بالنسبه لي هو افضل قرار بالنسبه للحكم المساعد. شوف هنا اللعبه وهنا البنا لم يتردد, وهنا المساعد على طول دخل في احتساب القرار, الاثنين اكدوا مع بعض. شوف هنا والايد هنا لحظه البصمه بيتعمل, هنا الايد خرجت, وبعدين بعد ما جت كابتن رحلام ايده بعد ما جت الكره وهي ايده مفروده, هنا خلاص طالما الايد خرجت خارج نطاق الجسم خدت محيط وقفت الكوره, انا ماليش علاقه بقى ايه بعد كده ايه اللي حصل. كابتن ناصر نعم البنا بص التمركز ده فين, هات لي كده كابتن علاء معلش انت قلت حاجه جميله كابتن علاء, بص التمركز عامل هات لي بص الاستعداد بتاعه كمان كده بالظبط, ونازل الكوره كانه لعيب. لا هو بص هو عنده قراءه صح. عنده ومستعد للقرار. خلي بالك طول ما انت كحكم مش محضر للقرار ممكن اللعبه تفوتك, ممكن بالظبط تفوتك, ولكن هو زي ما كابتن علاء كده تمام كابتن علاء, هو هنا محضر نفسه للقرار, حتى الوقفه بتاعته مظبوط بتقول ان انا هاخد قرار ايا كان هو حسب او ما حسبش. الكره وقفت تحتيه كمان يا كابتن, الكره هنا طبعا وقفت تحتيه, هنا ركله جزاء تمام. انا يعني ركله جزاء صحيحه 100%, ولكن انا زي ما قلت كابتن اسامه يهمني ايه, يهمني ده نموذج للتعاون ما بين الحكم المساعد وحكم الميدان في غياب تقنيه الفار, وده كان اهم قرار بالنسبه لي يا كابتن علاء. ركله جزاء طبعا صحيحه لصالح النادي الاهلي. الحلقه بعد كده شوف هنا الشيء بالشيء يذكر, وهنا حسن رمضان هنا جايب له بردك حلقه يا كابتن علاء, ونشوف هنا هو الحكم المتميز اللي ما خدش حقه, بقول ما زال حتى الان هنا حاله تسلل هنا عند الحكم المساعد, والقرار كان قرار صحيح بالتسلل. الحلقه بعد كده نيجي لمحمد فاروق حكم المساعد رقم واحد, نار طاقم التحكيم بالكامل اداروا المباراه بشكل رائع 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 في بدون تقنيه الفار. هنا لحظه التمرير, وهنا كهربا هنا كان في موقف تسلل, وبالتالي هنا تسلل من المساعد رقم واحد, القرار كان قرار صحيح من محمد فاروق. الحاله اللي جايه مهمه جدا جدا, وهنا يمكن الحاله الوحيده اللي يمكن هنا قلنا دايما وابدا البنا هنا خد بالشكل وليس بالحقيقه, يعني هنا الكره بتصطدم فين يا كابتن شريف؟ كتفه, في الكتف. هنا البنا زي ما تقول يعني خد بالاحوط, لا يا كابتن بنا دي الحاجه الوحيده اللي انا يمكن بلومك عليها, هنا ما فيش مخالفه لمس الكره باليد, الكره هنا بتيجي في الكتف, وبالتالي كان يجب عليك انك انت تامر باستمرار اللعب هنا تاني. اللعبه بنشوف لعبه من الالعاب المهمه هنا يعني جدا جدا جدا, ورامي ربيعه, ونشوف يا كابتن هنا فهم كره القدم بالنسبه لحكم المباراه. السؤال هنا هل نجح رامي ربيعه في لعب الكره ولا لم ينجح؟ ده السؤال كابتن علاء. نشوف هنا الحاله نجح طبعا, هنا نشوف بس البعض يرى ان ايه يعني, خلينا بس هنقف على اللعبه دي, اللعبه دي مهمه جدا. هو رامي ربيعه لعب الكره ورجليه هي نفس الاتجاه, ما راحتش يمين ولا شمال ولا عملت اي حركه تانية يا كابتن علاء, غير ان هي لعبت الكره ونزلت في مكانها. كون انك انت رجليك جت قدامي ده يستمر اللعب, مفيش مخالفه. الكلام ده لو انا لعبت وبعدين عملت مخالفه تانية برجليا هنا يتم احتساب, ولكن هنا بنشوف هنا رامي ربيعه في الحاله ديت هنا حط رجليه زق الكره ونزلت رجلينا هنا في مكانها يا كابتن. هنا اهي ننزل بقى بالرجل في الارض, ننزل خلاص ماشي اللعب ماشي اللعب خلاص نزلت هنا, اذا رجلين هنا ما راحتش عملت حركه اضافيه, ولكن هنا نجاح رامي ربيعه في ان هو يلعب الكره امام الحكم المهاجم كان قرار صحيح من البنا مع عدم احتساب اي مخالفه. الحلقه اللي بعد كده نشوف
بنى هنا قريب ايضا وهنا سكوت. ونشوف هنا ده التنافس العادل يا كابتن. انا مش شايف ان في مخالفه. وبالتالي هنا في تنافس عادل ما بين المدافع والمهاجم، الاثنين رايحين عندهم فرصه اللعب والاثنين الجسم بيتلاقى والاثنين بيحصل سكوت، وبالتالي هنا مفيش قرار باحتساب مخالفه، وكان القرار هنا من البنا متميز في استمرار اللعب وعدم وجود مخالفه هنا ولا للاعب الاهلي ولا للاعب المحل. نشوف تاني هنا. ماشي، الحاله اللي جايه وحاله من الحالات المهمه ومعيار البطاقه كنا بنتكلم فيها في المباراه اللي فاتت. شوف هنا البنا بكل هدوء وثقه، ونشوف هنا هل في بطاقه ولا مفيش كابتن عادل. نشوف طريقه الدخول هنا من لاعب المحل. نشوف نكمل على طول نكمل. طبعا ده الدخول بتهور واسلوب الدخول والمسافه وكل الكلام ده انذار معروف طبقا للقانون. هنا البطاقه صحيحه للاعب المحل نتيجه الدخول واللعب بتهور. ده معيار البطاقه. تمام، الحاله بعد كده بنشوف بنتكلم على الماسك. خلي بالك لو ما كانش مسك او مخالفه عاديه كان هيحسب فاول بس، ولكن هنا الماسك اللي هو اصرار على الماسك والماسك الصارخ. هنا نشوف اللعبه تاني، هنلاقي في الماسك هنا من لاعب المحله الماسك واصرار على الماسك وماسك صارخ، وبالتالي هنا البطاقه بالنسبه للبنا هنا بطاقه صحيحه للماسك. ودولت يمكن الانذارين اللي اشهرهم البنا في هذه المباراه فقط لا غير. تاني هنتكلم في نهايه تحليلي. بنقول الكلام للحكام ولجنه الحكام يا كابتن شريف ان دايما تتوقع ان حتى الفار لو موجود ممكن يتعطل. يبقى انا النهارده مفهوم حكامي نمره واحد، انزل اشتغل اعمل اللي عليك، ما تستناش ان الفار يساعدك. ليه؟ زي ما حصل النهارده، احنا النهارده بدون الفار نجح طاقم التحكيم، نجح الحكم مساعد، ولكن انا نفسي كل الحكام يا كابتن تشتغل على هذه النقطه. تتوقع كابتن ناصر وجود الفار في نهائي الكاس بين الاهلي وبيراميدز؟ اتمنى يا كابتن، مش اتوقع لا، يعني هذه مباراه ودي بطوله. خلينا نتكلم الكلام اللي هو الكلام المنطقي. هذه بطوله يا كابتن علاء ما فيش فيها هزار، بطوله ممكن بقرار واحد يا كابتن شريف ايا كان القرار هنا او هنا ممكن بطوله تضيع. عشان انا النهارده كمان حكام مصريين لابد النهارده يكون موجود، اتمنى تقنيه الفار تكون موجوده، لان زي ما قلت مش كل مره تسلم الجار الامور. صحيح. ممكن حكم بقرار هنا او تضيع بطوله من هذه. اتمنى يكون الفار موجود، واتمنى كمان يا كابتن ايمن اختيار طاقم تحكيم على اعلى مستوى، لان زي ما قلت دي بطوله كبيره بتحسب لاي نادي في تاريخه في المسابقات اللي هو بيلعبها في خلال الدوري او الكاس. صحيح. دي كانت اخر حاله وبنشيد بالتحكيم النهارده. اتمنى التحكيم ان شاء الله يكون افضل في الفتره اللي جايه، ونتمنى طاقم التحكيم اللي جاي سواء كان بنا او امين عمر او محمد معروف او الغندور او محمد عادل او ابراهيم نور الدين، كل اللي موجودين في القائمه نتمنى اللي يتعين في المباراه يؤدي مباراه بحيث ان دي كل العالم بيتفرج عليها كابتن، وتقييمهم مش هنا بس، تقييمهم في الاتحاد الافريقي. مباراه بطوله كابتن. طبعا. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا كمان. شكرا كابتن نايم. الله يخليك كابتن. بانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وغزل المحله في الجوله رقم 23 للدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي على المحله 3-0 بكل سهوله. طبعا الفتره اللي جايه تعزيز طبعا صداره كمان الدوري للنادي الاهلي ومواصله التقدم باذن الله لاحراز اللقب. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق الفتره القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد النعم، شكرا يا كابتن شرفتنا. بشكرك كابتن ايمن، وكل التمنيات الطيبه للنادي الاهلي في المباراه الجايه باذن الله، لاعبين واجهزه فنيه واداره، ونفرح مع بعض ان شاء الله يا رب، ورمضان كريم ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا لك يا ايمن، والف مبروك وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب شكرا يا كابتن. نشكرك يا ايمن، وان شاء الله نبارك لبعض يوم الاثنين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن، والقادم افضل واحسن ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.